صباح الخير والحب والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، مشاهدي برنامج ابن حياتك. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة مختلفة جدا عن موضوعاتنا السابقة وعن كل الضيوف اللي قابلناهم. النهاردة حبينا نحتفل معاكم النهاردة بمناسبة عيد الحب أو الفالنتين زي ما بيتقال، فحبينا نحتفل معاكم النهاردة. وطبعا ما ينفعش إن أنا أحتفل معاكم لوحدي، جاي معايا صديقتي الإعلامية سارة البدوي. صباح الخير يا سارة، اللي شرفتنا النهاردة طبعا، ويعني ضيفه شرف البرنامج النهاردة الأستاذة سارة. وما ينفعش برضو ان احنا نتكلم في الفالنتين من غير ما يكون معانا هدية الفالنتين اللي هيعملها لنا النهاردة الشيف عبد الله أحمد، صديق البرنامج العزيز والصديق الشخصي. صباح الخير يا أستاذ عبد الله. صباح الخير يا أستاذ إسلام. النهاردة هنحتفل بالفالنتين مع بعضينا، هنعمل عيد الشرطه مش الفالنتين. لا عيد الفالنتين النهارده، عيد الفالنتين هنحتفل عيد الحب. مش عيد اصلا حب، في تايهه مني كل ايه؟ لا مفيش حب. تمام ماشي يا جماعه. عيد ام مثلا في طبعا الاعياد، طبعا الاعياد طبعا احنا ما بنتكلمش في عيد الحب ان هو انت بتحب. انا بحب نفسي. احنا بنتكلمش يا جماعه في عيد الحب ان احنا كعيد حب، ان احنا عيد حب بين واحد وحبيبته. يا ريت ان يكون عيد الحب ده شامل كل حب الولد لابوه ولوالدته، جميع انواع الحب يعني. تمام عشان ترتاحي انت كده. اتفضل يا استاذ عبد الله. انت شايف عبد الله بتحب؟ انا بحب امي. طيب امال طالعين نتكلم على عيد الشرطه ليه دلوقتي؟ عيد شرطه انت هتودينا في داهيه. شوف عبد الله هتقدم لنا ايه النهارده. النهارده بقى هنعمل تورتايه وايت فانيليا، وهنعمل تورتايه على شكل فراوله بمناسبه عيد الحب، وعلى شكل قلب بقى طبعا. يعني انتوا طالعين تضحكوا على الناس ولا ايه بالظبط؟ انتوا لا لا انا بنتكلم، انا بسعد الناس. انا بسعد الناس. استاذ عبد الله جاي عشان احنا جايين نحتفل مع الناس بالمناسبه السعيده ديت، وحلقه كده غير بقيه الحلقات. تمام اتفضل. دي بقى دلوقتي ده السكوتش بتاعنا، تورته على شكل قلب، دي تورته على شكل مدور مقاس 24 مقاس 24 كريمه خفق. نلزق بس القاعده كده، بعد كده نبتدي ان احنا ايه نحشي. طبعا في ناس بتقول لك الفالنتين ده اشمعنى يوم 14 واشمعنى اتسمى فالنتين يعني ده معلومه كده سريعه كده. والله هو حاجه رمزيه، عيد الحب ده يعني زي حاجه رمزيه كده. عيد الحب لازم ناكل يعني تورته وشوكليت وكلام. لا مش شرط، مش لازم. هو مش عيد الفطر، هم بالنسبه لهم عيد الاكل. انتوا بالنسبه لكم عيد الشوكولاتات وال بقى عيد الصمت عن الاكل. انتوا بالنسبه لكم انتوا عيد الشوكولاتات ومش عارف ايه، كل واحد بيجيب واحده شوكليت بوكس يعني يبقى بيحبها بيضحك عليها. لا مش شرط. حط بقى ايه، انا لو بحبها كده كده مش هجيب لها شوكولاته برضو. بس انا بقى عشان بحبها احط لها بندق. بتحبي مين بالظبط؟ على حسب بقى اي حاجه. احنا بقى نسميه النهارده عيد الام بقى. والله هو المفروض وعيد الحب دوت مش معمول عشان خاطر اتنين بيحبوا بعض، هو مش معمول هو كمسمى بس، انما هو في اصدقاء بيحبوا بعض، اصدقاء وفي اب وام. لا مش شرط فراغ هو برضه. والله هو بقى ما حدش لاقي حاجه يعملها فبيتلهوا. النهارده لابسين احمر بقى، انا لابسه لكم اسود. لا اله الا الله. اسود ان شاء الله. لا اله الا الله. ليه كده طيب؟ ما كانش المفروض تطلع ديت في الحلقه دي خالص. لا انا بتكلم صراحه، ما فيش حاجه اسمها عيد حب. ليه انت جاي متشائم ليه كده النهارده؟ جاي متشائم ليه؟ بحب جوزي، وبالذات بقى لما في واحده في مصر بتحب جوزها. يعمل اكل ويدوقني بقى. ده عينيها مني. اه انت في واحده في مصر بتحب جوزها؟ ايه عيد الحب ده؟ لا ده اهم حاجه اصلا. اهم حاجه. امال الطلاق ده جاي من ايه؟ شغل الهبل ده بتاع. امال الطلاق ده جاي من ايه؟ طيب الشوكولاته ديت، ما عادي اجيب لك شوكولاته. ليه؟ ما هي الفكره يعني الورد الاحمر اهوت والبالونه بتاعتك اهي. ايوه فانت كده بتحبني. لا مش شرط. كل سنه وانت طيب. مش شرط. دلوقتي احنا كده حشينا التورتايه. يا شيف بود ده. تسلم. تمام عمو. بصراحه ما مقتنعش. اكد بس اهم حاجه ان تكون ايه؟ الحروف كلها متساويه زي كده. لو مش متساويه ممكن نسويها. انت عامل تورته قلب قلب يعني. اه عشان النهارده بقى عيد الشرطه. النهارده عيد الفالنتين.
عيد الفالنتين ده عيد العشاق. الفالنتين ده يوم 14 يناير، لان بيتقال يعني معلومه كده سريعه على حسب ما انا درست او عرفت يعني. تمام. بيقول لك ان القديسين، اثنين قديسين تحت اسم فالنتين، استشهدوا في عهد الاضطهاد الروماني للامبراطور اريليان. تمام. وهم بيعتبروا اصلا شهداء في المسيحيه، هو يعتبر عيد مسيحي في المقام الاول، واختاروا يوم 14 ده لانهم الكنيسه الشرقيه قالت لك يوم 14 ده هيبقى هو عيد الحب، لان هم ماتوا في يوم 14، وفي الكنيسه الغربيه الكاثوليكيه قالت لك لا ده هم ماتوا يوم 6 يوليو. فعلى فكره بتختلف، مش كل الدول بتحتفل النهارده على فكره على مستوى العالم بعيد يعني الحب. هو يوم 14 يعني فهو المفروض في دول ثانيه تحتفل بيه. ده غير العيد الفالنتين المصري بقى، ده في شهر 11 بقى طبعا لسه. طب مثلا احنا لنا الفالنتين بتاعنا المخصوص بقى لوحدنا بقى، تطلع بقى على فدان قمح ولا حاجه، تفضل قاعد هناك تقضي اليوم هناك. خلاص بقى ما براحتنا بقى. تتفلنتين في الغيط؟ ها؟ تتفلنتين في الغيط؟ يا دوبك كده تقتل فالنتين في الغيط. ده احسن حاجه والله. زي شم النسيم. انت على شم النسيم بتضيف ايه؟ شم النسيم؟ بقى دي في الشغل. شم النسيم في اكل. بتضيف الشغل؟ والله. لا حول ولا قوه الا بالله. معنا واحد بيقضي الاعياد بتاعته في الشغل يا جماعه، الاعياد ورمضان وكل حاجه. احنا بالنسبه لنا طبعا احنا مالناش دعوه بعيد الحب ده، احنا بالنسبه لنا مستنيين العيد القومي للمحافظه. انت بتعمل التورته دي منين؟ لا اله الا الله. هو بيعمل التورته ديت ليا انا، ما تزعليش نفسك. انا بعمل التورته دي، يحبوا الحاجات دي قوي. يقول لك ايه دباديب، واجي ماشي النهارده جاي في الطريق تلاقي اللي كله حاطط دباديب حمراء وبامبي ومش عارف ايه وورد. بيضحكوا على نفسهم والله. وحاجات على فكره فيها مبيعات حلوه اليومين دول. فما بعد؟ لا والله فما بعد حلوه، مشروع حلو على فكره نعمله اليومين دول. مشروع حلو صح. مشروع حلو بجد والله اليومين دول. طبعا عبد الله يا جماعه يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه في اللي، بس شغل الله ينور. اهم حاجه ان احنا نبطس الجنب كويس عشان خاطر لما نحط الجلاس او نحط فاكهه تطلع التورته كلها مظبوطه معانا، ما يكونش في جنب مايل وجنب مش مايل. بعينيك كده بتحدد. طلب منك بقى تورت معينه في المناسبه اللي زي ده؟ طبعا بنعمل في تورت حمراء، بنعمل تورت يا بتطلب منك حاجات بقى طبعا بيضة. تورته بصوره مش عارف تورت مين، تورته على قلب، تورته على صوره. شفت انت بتحبوا الحاجات دي قوي؟ حسب ما انت بتحب كده. واحس ان انا بنقدم يعني زي البنقدم. لا اله الا الله. ما صعبت عليا على فكره، حالتك صعبه قوي. انا وعد الحب كنت لبست لكم، ما كنتش عرفت ايه؟ لا ما عرفت. كنت رنيت عليا وانا كنت قلت لك انا ما بعرفش الاعياد غير من الشغل الصبح. هو عموما كده كده احنا بالنسبه لنا احنا بنحتفل بالعيد القومي للمحافظه، ما بنحتفلش بعيد الحب. بالنسبه لنا احنا احنا مالناش دعوه بعيد الحب، احنا لنا دعوه بالعيد القومي للمحافظه. احنا كده كده مستنيين العيد القومي للمحافظه. ايوه عيد حب ايه؟ احنا فاضيين نحب اصلا. الله ينور يا حاج عطا. احنا فاضيين؟ يا باشا دي البنات دايما كده بيفكروا في حاجات غريبه كده، يقول لك ورد احمر ودبدوق. لا وتزعل ان ما جبتلهاش. انا نفسي اعرف ازاي؟ نفسي اعرف. وتزعل ان ما جبتلهاش ورد الاحمر اهوت، وعامل لك الحلقه النهارده. الله ينور. ليه ما بتعذروش الظروف بتاع الناس اللي شغاله بس؟ يعني انا شغال. اتفضل. هنخرج فاصل وراجعين، انتظرونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ونشوف الشيف عبد الله وصل في ايه. فين التورته بتاعتنا يا عبد الله؟ انا بطست اول تورتايه اللي هي التورتايه القلب دي. بطست ان انت كده يعني غطيتها بالكريم بالشوكولاته بتاع الكريم الفانيليا الخفق بتقلوا بتقولوا عليه ايه؟ كريمه الخفق. كريمه الخفق. معلش يا جماعه احنا لسه مستجدين في موضوع الحلويات. كده بطسنا اول تورتايه تمام تمام. هبتدي اجهز التورتايه الثانيه وبعد كده هنوريكم بقى ايه بنفنشها ازاي. برضه هنبطسها زي كده. دي بتيجي جاهزه بالكريمه دي؟ لا الكريمه دي اصلا انت بتعملها بودره. اه دي كريم جانتي بديله نسبه لباني ونسبه سكر تمام وبضربه في المكنه. بس بنضربه ازاي بقى؟ ما بنضربوش بالطريقه العاديه بتاع ستات البيو تمام. بنضربه ازاي بقى؟ يعني نص كيلو كريم جانتي عليه 200 جرام ثلج و100 جرام ميه تمام ربع كيلو سكر. نضربه كويس في المكنه. نضرب كله مع بعضه كويس في المكنه هيطلع معانا بالطريقه دي. بعد ما الكريمه الجنتي بتفور بنحط لها نسبه لباني عشان تدي تيست معاك. بالنسبه بقى لايه؟ للاسبونج. الاسبونج دلوقتي بقى سهل جدا بيتباع جاهز. اللي هو الاسبونج انت وضح لنا كده. انت مش واقف مع ناس حالات والناس عايزه تفهم برضه. الناس كلها العاديه في البيت بتعمل ايه؟ بتحط البيض مع دقيق تمام مع السكر. في دلوقتي اسبونج بيتباع جاهز بيجي في شكاير هو كده. بتوزن نص كيلو اسبونج تمام بتديله سبع بيضات نص كوبايه ميه. ما بياخدش اي حاجه تاني. بياخد معلقه محاسن بس. انت لازم تقعد تضربه في المكنه تعملها كده كتير التورته كده تقعد لازم تسويها عشان تطلع معاك ايه كلها ايه مستوى. طب بالنسبه في الفرصه بقى وانت معانا ان الناس اللي بيقول لك ان عجينتك بتاع الكيكه ما بتظبطش معاهم ما بييجوا يعملوها يعني الطريقه الصحيحه ايه الكيكه؟ لا مش عشان بيفتحوا الفرن لما تيجي يعمل عجينه الكيكه نفسها ما بيجي يعمل عجينه الكيكه. ممكن عجينه الكيكه تبقى مش مظبوطه. ممكن المقدار ما يكونش مظبوط. طب تعملها ازاي بقى؟ لان عبد الله بصراحه ناس كتير الكيكه بتبوظ منهم. ما هي الكيكه الاسفنجيه اللي انا بقول لك عليها دي ده باودر بيبقى جاهز. يعني نجيب جاهز وخلاص؟ لا هو هي مش بتتباع جاهزه. هو باودر جاهز تركيبه جاهزه كلها على بعضها بمقدار معين تمام. النص كيلو بياخد كام بيضه؟ بياخد سبع بيضات ونص كوبايه ميه من اللي هي بتاعت الشاي تمام. بتحطهم في المكنه مع معلقه محسن من اللي هي بتاعت الاكل. اصل كان زمان الدقيق ما مش عارف ايه كده وتفضل تقعد تعملها بايديها كده تروح تعملها. لكن تختلف عن الاسبونج بتاع التورته. بتفورهم مع بعض كويس. مثلا الكيكه العاديه اللي بتعملها دي ولا الام بتعملها دي كيكة. زمان بقى الكلام ده ما عادش حد بيعمل حاجه دلوقتي. لا الكيكه الاسفنجيه بتبقى هشه جدا عن الكيكه العاديه اللي بتبقى موجوده في البيت. في انواع كتير من الكيك بقى. انجلش كيك، مولتن كيك، كارو كيك، ريد كيك. انواع كتير جدا بس كل في دبل كيك. الدبل كيك بقى ده الدبل كيك مش عارف انت بتقولها ده. ما احنا انت بتقولها ده احنا طبيعي مش هنعرفها. يعني انت راجل بتاع حلويات انت اللي عارف. احنا عايزين حاجه اللي بتتعمل في البيوت. ما هي دي حاجه الشعيره في البيوت. ده هقدمها للاستاذ اسلام عشان عزيز على قلبه. حبيبي عبد الله يعني انا بشكرك بصراحه. بشكرك جدا عبد الله. انت تقوم تتكل على الله. انت بقى لا ماشي انت كان وراك مشوار. انت تقوم تلحقيه. ايه كان وراك مشوار. انت تقومي تلحقيه. لا انا نفسي في هديه بصراحه يعني في عيد باذن الله. عيد الحب الجاي اذا ربنا ادانا طول عمرنا. انا هديكي تورتايه. عيد الحب الجاي عادي. انت وراك ايه؟ هديكي تورتايه وادي استاذ اسلام تورتايه. حبيبي عبد الله. يا جماعه عبد الله ده من اجمل الشيفات اللي الواحد اتعامل معاهم بصراحه. نبتدي بقى دلوقتي ان احنا نقطع الفراوله. نضيفها كده كويس. اهم حاجه السرايز يكون رفيع خالص. تمام. عشان خاطر ايه؟ لما احطه في الجنب يمسك كويس. يعني حتى الفرز تتقطع بمقدار معين. والله انا مبسوط جدا زي ما قلت لك كده. انا طبعا ما بحتفلش بعيد الحب. انا بستنى العيد القومي تمام. بس انا مبدئيا مبسوط ان انتم معايا اصلا في اليوم ده والله النهارده. ومبسوط ان مبسوط جدا بان عبد الله هيهديني تورته. عيد الحب خالص خالص يعني بالنسبه لي كل ثانيه بتعدي عليا ومامتي جنبي يعني دي الدنيا وما فيها. ماشي كده. امي دي يعني قطعه مني. ماشي. كل حاجه هي الروح. فعيد الحب ده ما
لا والله هو يعني انا من رايي ان عيد الحب ما يبقاش عيد حب مقتصر ان واحد وواحده، لا ممكن مثلا نستغل الفرصه ديت، ولو حد متخاصم مع حد متخاصم مع، ممكن في ناس متخاصم مع والدته متخاصم مع والده، في مشاحنات مثلا ما بين اثنين، نعتبره عيد حب جماعي، مش شرط ان هو يكون عيد حب ان هو واحد يدي هديه لواحده وبعد كده يفركشه زي ما بيقولوا. لا بس في الاثنين الحبيبه تمام. يعني اول مره هو الفكره، هو الفكره العامه للسيده ان هو ما بين اثنين حبيب، بس بعد كده طبعا يجيب لها دباديب عبد الله واخد بالك ويزعله ويفركشه. وايه علاقه اللبس الاحمر يعني؟ والله انا ما قراتهاش بصراحه، علاقته ايه باللبس الزي الاحمر؟ يعتبر ايه يعني افتكاسات بس، هي كلها بس نوع من الاحتفال يعني، الدم اللون الاحمر كل واحد على الدم كل واحد بيحتفل او جايز هو عشان او جايز عشان العيد متسمي على اسم القديسين فالنتين ان هم ماتوا شهداء وكلام من ده بالنسبه للمسيحيه، فممكن يكون ان هو لون الدم الاحمر وكلام من ده. او بص بقى يا استاذ اسلام، زي ما انت مش شايف كده حبيبي، نحط القطعه القطعه الثانيه، ما نسيبش فراغ خالص. تمام، نركب الفراولة على بعضها كده، ناخد أول صف نقفله تماما، بعد كده ناخد الصف الثاني لغاية ما نوصل للشكل المعين اللي احنا عايزينه. ده شغل دقيق. أهم حاجة نغسل إيه الفراولة كويس، ننقعها ونغسلها كويس. لا 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 لا، ما هو الراجل يعني بيتكلم إن المفروض أنت جاي ترازينا ولا إيه؟ جاي تضايقنا؟ عرفت فزي ما قلت لك كده ان اكيد قبل ما اي حد يدخل الفاكهه الثلاجه او الخضار اكيد بيغسله. لا مش شرط، في ناس ما بتجيبش فاكهه اصلا. مش شرط يعني، مش شرط ان تتغسل. فطبعا يا ريت ان اليوم ده يبقى يوم عيد حب للناس لبعضها عموما، مش شرط ولا عبد الله اصلا الواحد ممكن، انت ممكن تجيب دبدوب مثلا وتفركشه. طب الدبدوب ده يروح لمين ولا يبقى حضنته مع مين؟ يعني انا كل اصحابي منزلين على الستوري الفالنتين اللي جايب لها شوكليت وكده بيحبها وبيموت فيها. انا ما عرفتش يعني اصلا ان في هو يعني هو انا وانا اجيب لك شوكليت يبقى انا كده بحبك أيوة وبموت فيك. ايوه بقول لك بقى التخيل ده، انت بتعبر بقى نوع من التعبير. أنا ممكن في الايام العاديه انا اجيب لك شوكليت واجيب لك لا ما هو بقى اللي بيجيب لها انت بتتكلم عن نوع من التعبير يعني، ما الحاجه بتبقى في مناسبتها زي جدا جدا زي كده زي كده لما بتروح في العيد كده بتخرج في العيد، الخروجه في العيد يعني، هو المكان مش موجود في غير العيد بس بتبقى زي المناسبه كده، بتبقى حاجه تفرح. طب ما انا ما بخرجش في العيد يا عم. انت راجل، انت ما شايف انتوا جايين فين يا جدعان؟ انت ما شايف انتوا جايين منين بصراحه انتوا الاثنين؟ يعني اللي هي بتحتفل بعيد الحب وانا بتخرج في العيد، انتوا مخطوفين في ايه؟ مش عارف يا جماعه، انتوا انا غلطان، انا جبت ناس غلط تحتفل بعيد الحب بجد. هابي فالنتاين دي انا بعتذر للناس ان انا جبت ناس ما لهاش في اي اعياد. احنا بنتكلم الصراحه يعني. لا ماشي هو حب. لا في لا مفيش في عيد هو تعبير رمزي زي عيد الحب يعني، زي مثلا رمزي. زي فما هو مفيش عيد للقطر. صدقني في بنات كتير بنضحك عليها باسم عيد الحب ده، بشوكليت بدبدوب بحاجات هايفه زي كده، لكن هو عيد الحب ممكن يحتفلوا بيه. بس في بنات كتير بتحب الحاجات دي يا عم، ما هو بينضحك عليهم هما في غيبوبه. لا هو في الاصل يعني، او انا من وجهه نظر ان المفروض الواحد يعني مثلا يعني اصلا هو بيجيب لها الشوكليت وبيكون من فلوسها هي يا شيخ. اه والله معقول؟ ده استثمار بقى، ده يبقى واد لعيب ده. ده احنا والله نعرف هو بيعمل ايه ونعمل زيه كده، استثمار بقى. هو ممكن في عيد الام مثلا الواحد يروح يقول لوالدته كل سنه طيبه وياخد منها فلوس ويروح يجيب لها هديه ويجي يبقى منها فيها كده نظره اقتصاديه، حتى لو من غير هديه كفايه تعبيرك وشعورك ليها تجاهها. طب ما احنا بنتكلم في كده ان احنا نعتبر اليوم ده زي يوم زي صله رحم، مش يوم عيد حب. لا تستاهل نعمل لها كل دقيقه عيد حب بصراحه. لا اله الا الله، الام دي تستاهل كل حاجه بصراحه. لا طبعا الام اتكلم عنها عمري ما فيها. طب خلينا نسيب الحلقه ونروح من غيرها فعلا يعني، ما كنتش يعني من غيرها فعلا مش هعيش تاني خلاص. ده بصراحه ما فيش اغلى من الام في الدنيا. انا ماليش الا هي اصلا، لا حول ولا قوه، احلى حاجه في الدنيا الام. ما طبعا يا جماعه ماشي، انتوا قلقتوا، انا بحبك جدا ومن غيرك انا ماليش وجود في الحياه. احنا بنوجه لها التحيه، اسره البرنامج كلها بتوجه لها التحيه. انت اكتر واحده اقول لها بحبك كل ثانيه، ومن غير ما اقول اصلا هي اكيد حاسه بالشعور. اكيد طبعا، ده الفنان عمرو دياب غناها قال لك هي اكيد حاسه. حاسه بايه؟ هي مش غنى الاغنيه دي باين؟ والله بقى بتحكوا لها هي اكيد حاسه. مش مشكله يا جماعه، عموما هي حلقه النهارده انبسطت يعني فرفوشه كده شويه عن حلقتنا اللي بنقدمها. بعد ما رصينا الفراوله وقفلناها كويس، ندوس عليها دوسه خفيفه كده من الجنب عشان تمسك كويس في الايه؟ في التورت، في الكريمه وما تسقطش عشان لما اجي اجليها تيجي تعملها. طبعا التورت الفراوله ليها اشكال كتير قوي على حسب ما انت عايز، بتعمل الشكل اللي انت عايزه بتشكله من ايه؟ من قطعه الفراوله. تمام،
طبعا في توريه فاكهه بقى وفي انت كده بتتحكم في حكايه انت في ايدك ده من الشوكولاته او حاجه بتحط اللي بتضيفها عليه بيبقى ذوق بس العجينه هو بيبقى ذوق بس الحاجه الداخليه من جوه كيكه اسفنجيه وكريمه في بقى توريه تاني توريه مواس توريه عجين سكر كل حاجه بتختلف على حسب ما انت ما ايه ما عايز تعمل لا الشيف عبد الله يا جماعه استاذ يعني تعلمي بقى عشان لما تتجوزي تعملي لجوزك في البيت كده ايه ما تروحيش تشتري حاجه من بره صح توفر عليك واضحه انا مره دخلت المطبخ ماما طلعت تجري ورايا بالشبشب بس هو مفيش توفير برضه عبد الله ما هي كده كده هجيب الفراوله بكام والكيكه بكام لا بس الحاجه لما تعملها في البيت طبعا بيبقى لها طعم تاني صح وليها فرحه تاني مش زي المحلات صح لا هو سبحان الله البياع ربنا محلل له يعني حاجته عشان طب بس هو بيبقى نفس لا هو بص عشان العماله وكل حاجه ايوه صنعه ورزق مش اي حد طبعًا. طبعا لو كل الناس هتعمل كل حاجه في البيت لا هو بيبقى هو بيبقى حاجه كده برضه توفيق من ربنا عشان يبقى مثلا ده زي اكل عيشه وبعد كده زي ما احنا بنقول كده بالبلد اكل عيشه يعني عيد العمال ده حاجه فعلا العمال يعني نهديها بيها مثلا احنا الحمد لله عندنا هنا عيد لكل حاجه لكن وكل حاجه فيها اكل نفسي يعني عيد الاضحى ده الناس اتعودت على ان الاعياد كده اصل الناس معظم العادات كده انت لو جيت تبص من ايام الفراعنه كل عيد لو جيت تبص من ايام الفراعنه برضو ايام الاعياد عندهم كان لها برضو طقوس كده اكل معينه وبتاع الناس اعتادت على كده بقت عاده والله الناس اصلا من غير الاعياد كمان الصبح الواحد ماشي بشنطه طعميه قد كده ويقول لك انا عشان اسند نفسي يعني ويقول لك عايز اعمل دايت ما فيش دايت بقى دايت ايه بقى ده اول ما بيصحوا بيفكروا في الاكل يا ريت يعني بياكلوا مثلا يعني اكل لذيذ لا عادي هو كل واحد على حسب احنا ما شعب ما بنفكرش غير في الاكل اول ما بنصحى من النوم على الاكل على طول ليه بس كده والدليل ان احنا بنعمل طول ليه ما احنا بنفكر في عيد الحب انت زمان الوقت اعلى مبيعات النهارده والناس اللي هتشتغل النهارده الجماعه اللي عندهم الدباديب والارانيب والحاجات دي والورد والشوكولاتات هابي بيرثي داي هابي فالنتين دي عادي بقى ما فرقتش كتير ما هو النهارده عيد ميلادها برضه ماشي يا شكرا للهديه الغاليه ديت يا استاذه ساره وناخدها واحنا مروحين بقى فكرنا يا عبد الله ده انا هاخد التورته واروح تاخد التورته تاخد ايه التورته ايه ده انا هاكلها بدل مستنيه الحلقه زي ما انتم شايفين كده تمام رصيت الجنب وابتدي ان انا ارص من فوق اهم حاجه ان انا اقفل كويس اغطيها خالص كلها بالفراوله اغطيها خالص بالفراوله عشان خاطر لما لمعها تبقى كلها لون واحد تمام المره الجايه لازم نجيب تشيز كيك استاذ اسلام يا استاذ كلها تشيز كيك انا بعشق التشيز كيك طب تمام انت عارف يعني ولا لا اعرفك تشيز كيك انت لبختيني على فكره بالكلمه تشيز كيك تمام تشيز كيك تشيز كيك كده بالانجليزي صح لا انا عارفه بس انت لبختيني بالكلمه انجليزي او سمعت عنه يعني تقريبا يعني ادونا في المدرسه ادوك لي تشيز كيك ليه كنت بتلعب صفحه بس لا يعني مش قوي يعني كنت اكلش حلواني يعني ولا ايه والله انا كان نفسي على فكره ابقى هاشي والله مهنه حلوه على فكره وزي مهنة جدا ان كراجل يعرف يعمل حلويات او يعمل اكل في بيته مش وحش بص هي مهنه الحلواني دي اصلا ده يعتبر او الشيف عموما هو فن أكيد هو فن اصلا من قبل ما تكون اي حاجه بس هو عايز صوره بال عبد الله ان انت تقعد تعمل اللي انت بتعمله ده اكيد طبعا الواحد بيزهق بس اقول لك على حاجه عبد الله مستحيل يفكر في شغلانتك وانت مستحيل تفكر في الشغلانه بتاعت عبد الله هو طبعا ان كل واحد متهيأ له شغله ويعني وحبه عشان يعرف يعيش من وراه ويعرف يشتغل بيه اكيد طبعا تمام وبعدين عبد الله النهارده عطلنا كلها احمر اهوت بمناسبه عيد الحب فيعني مشاركنا نفس هعمل لك تورته حمراء ليه يا جماعه ما كل البنات بتحب عيد الحب اشمعنى انت مش عارف عمري ما احتفلت بيه ولا عمري جالي هديه زي البنات بصراحه انا جبت لك هديه الراجل عامل هديه حلوه اهوت شفت حد بيجيب هديه ويعملها قدام احنا جايبينه النهارده قدام اللي جايبها له صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الفل يا شيخ صباح صباح الفل يا ست الكل اهلا يا اخبارك ايه ربنا يخليك ربنا يخليك يا شيخ الله يبارك فيك ابي فالنتين دي حلوه حلوه قوي كل سنه وحضراتكم طيبين كل حضرتك طيبه يا فندم كل سنه وحضرتك طيبه جميله قوي التورته اللي حضرتك عاملها تسلم يا احنا بنهديها برضه للجمهور بتاعنا برضه يا فندم تسلم ايديك تسلم ايديك تسلم يا ست الكل الله يخليك يا فندم عايز اعرف الله يخليك يا شيخ البسبوسه كل ما اعملها تطلع ناشفه طيب فرصه احلى بسبوسه يا ست الكل
ربنا يبارك فيكم يا رب، وكل سنه وحضراتكم طيبين كلكم يا رب. شكرا يا فندم. واللي ردوا على التليفون ناس محترمه. شكرا يا فندم، شكرا. الشيف هيرد على حضرتك. اتفضل. طيب الله يبارك فيك. اتفضل. مع الف سلامه. يا ريت عبد الله كده تقول لام ياسمين على طريقه عمل البسبوسه. بص حضرتك انت كل المشكله ان هي طريقه عمل البسبوسه مشكلتك معاها في الفرن، انت بتدخليها على نار هاديه، انت اجيني البسبوسه كويس تمام. استنى دي ما تعملهاش بقى الا قدام الكاميرا، كمل انت كلامك عشان نشوف. اجيني البسبوسه كويس تمام، وبعد كده دخليها الفرن بس يكون الفرن سخن معاكي، ولما تيجي تسقيها اسقيها بعسل يكون خفيف ويكون بيغلي على النار، وتكون البسبوسه طالعه من الفرن. اول ما تطلع البسبوسه من الفرن تسقي بيها العسل، هتطلع معاك طريه وجميله. نعمل الشكل بقى تاني. ده انت قطعت الفراوله كده ازاي؟ يا ريت تورينا. بص بقى الفراوله بقطعها عكس عكس كده بحرف السكينه. تمام. عشان اطلعها ايه يا جماعه؟ هيطلع شكل الفراوله دلوقتي زي ما هتشوفوه دلوقتي على الشاشه. طلع ايه شكل الورد زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الشكل النهائي. الله ينور عبد الله. تطلع على شكل ورده، وبعد كده هنعمل بقى بوكيه ورد هنا، هتطلع شكلها لذيذ كده وشكلها جميل. طب بالنسبه بقى يعني اني تورتايه ليا؟ لا هو بقى ما هو لا ما انا اصلا مستنيه الحلقه تخلص. طيب تمام خلاص، ما هو كده ربنا يسهل. بس ما الحلقه تخلص انا اديلك تورته. لا قول لي بس اصل انا هنديلك هابي نيو يير معاه ولا هابي فالنتاين ولا شيء. انت يا استاذ اسلام لازم تسكت خالص لحد ما نخلص الحلقه، هنتكلم انا والشيف عبد الله. خلاص اتكلموا انت واروح انا يعني. لا انت منورت. منورنا يا استاذ اسلام. اتكلم معايا بقى يا شيف عبد الله شويه. وريني. عبد الله بصراحه عامل شغل حلو. هتعمل ايه في التورتايه اللي جايه دي؟ التورته دي لسه لها شغل تاني عبد الله؟ اه التورتايه دي بقى ليها ديزاين تاني وشغل تاني خالص. طيب سريعا. هنحط لها جيلي فانيليا كده. بص لو حط بس الجيلي الاحمر على النار. ده جيلي سخن. لو الوقت ما يسمحش خليه يخلص في زيرو. هو هيشتغل بقى الاثنين مع بعض. عبال ما الجيلي. الجيلي ده لازم تسيحه على النار. اه ده جيلي سخن بيتباع عند خامات الحلواني. وبحط له لون احمر دم غزال. ده مش الجيلي العادي بتاعنا. ده جيلي معين يعني. اه ده اسمه جيلي سخن. انت الجيلي العادي بتاعك ده بيتباع فين ولا هو ايه بالظبط؟ لا هو عند خامات الحلواني او عند العطار. بتاع خامات حلويات ورحيق من كده عادي. لا انا عايز اخد يعني. الجيلي العادي بتاع الاطياف والكلام ده. ما بتاع ايه؟ هو بيقول لك العادي بتاعنا. ما. لا انا بتكلم احسب اللي هو الجيلي اللي هو البودره ده اللي بتعمليه في البيت انت كجيلي وكلام من ده. بحسب ان هي دي ينفع ان احنا نجيبه ونشتغل بيه ولا ما ينفعش عبد الله؟ لا هو الجيلي عادي ما ينفعش طبعا. الجيلي ده بيدي لمعه كده للفاكهه وما بيخليهاش تدبل تمام. بيمسك الفاكهه ده ستيبس. طبعا هنعمل بيه شكل الورد. بس الله ينور. طبعا انا نفسي اشتغل معاك بصراحه حبيبي. شرف ليا. اعمل التن منه التن. تمام اشتغلنا في التورته الثانيه برضو. خلص بس التورتايه دي وهنبتدي نشتغل في التورتايه التانية. عشان الوقت. وقت قد ايه؟ سريعا. طبعا احنا سعداء يا جماعه ان احنا بنحتفل كلنا مع بعض النهارده بعيد الحب، وحلقه مميزه بصراحه بالنسبه للبرنامج بتاعنا. الله ينور عبد الله. حبيبي. اهم حاجه بس ايه؟ تكون ماسكه في حلو ببعضها كده. نركنها بس كده. تمام. ونبتدي نجلس ايه؟ التورته الثانيه. تمام. زي ما قلنا لكم يا جماعه يا ريت ان النهارده يبقى يوم نعتبره يوم صله رحم، ونخرج نزور اهالينا ونود بعض، واللي زعلان من حد يبدا يتصالح معاه ويتكلم معاه. ما يقتصرش ان هو يبقى عيد حب ان هو بين اثنين وخلاص. تورته هديه لا شوكولاته لا هديه لا اي كلام من ده. يا ريت يكون عيد عام او عيد حب عام، ما يبقاش مقتصر على بين اثنين شخصين فردين. ده جيلي فانيليا برضه بيتباع عند. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مفاجأة النهارده. صباح الخير. دي مفاجأة النهارده. مفاجأة النهارده للشيف. صباح الخير يا فندم. دي مفاجأة للشيف النهارده. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه. وعبد الله بقى بنفسه اللي هيقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه. اتفضل عبد الله. ربنا يخليك يا رب وتسلم ايديه. وايه الجمال اللي هو عامله ده؟ طبعا يا فندم. كل طبعًا. كل سنه وانت طيبه. طبعا يا جماعه. هابي فالنتاين داي. الاتصال ده عزيز علينا يا جماعه. والده الشيف عبد الله حبيبي.
كل سنه وانت طيبه وعقبال كل سنه وانت معانا كده ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم، واسره البرنامج كلها بتقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه. الله يخليك يا استاذ اسلام، منورين الدنيا كلها. الله يخليك يا فندم، ده بنورك وبوجودك معانا يا فندم. الله تسلم ايديك، ده بنورك وبوجودك معانا. طب انا عايزه تورتايه بقى من اللي انتوا عمالين تقسموها. طبعا ده التورتتين لحضرتك طبعا، يجوا لغايه حضرتك يا فندم. يجوا لغايه حضرتك. الله يخليك. كل سنة طيبة يا فندم. الله يخليك. الله يخليك، شكرا يا فندم. شكرا. خلاص. تمام. ده ايه بقى اللي انت حطيته عبد الله على التورته الثانيه دي؟ ده اسمه جيلي، جيلي فانيليا. تمام. بيتباع جاهز عند العطار. تمام. او خامات الحلواني برضو. تمام. بيتباع جاهز. دي يعتبر اسهل تورته ممكن تعمليها في البيت. تمام، مش مكلفة يا جماعة وما فيش مش أي وقت طبعا. مش مكلفة عليكي. تمام. احنا المفروض على فكرة اشتغل معاك عبد الله. حتى تعلم. نورني. نورني. اشتغل معاك اتعلم منك يا جماعة عمل التورتة. أو الورد كمان ده. ده ورد طبعا. حطه كده. طبعا يا جماعه يعني النهارده بمناسبه عيد الحب تورته على شكل قلب اهيت، وورد احمر والوان جميله. نبتدي بقى نرص. ده ايه؟ مش في حاجات ورد بتبقى على شكل شوكولاتات برضو وكلام من ده؟ في حاجات ورد على شكل شوكولاتات. لان ده طبعا بتشيله طبعا. ده بيتشال، ده ورد اصطناعي عادي. تمام. لان انت مش هتعرفي تعملي ورد في البيت، محتاجه ان انت تاخدي كورس. طبعا يا جماعه برضو على فكره الفينش النهائي للتورته اهم من عمليه التورته نفسها. هو بس محتاج شغل الشكل العام برضو. حاجه سيمبل كده. طبعا الشكل النهائي للتورته بيفرق جامد. بقى يا استاذ اسلام عيد الحب ده، انت عمرك ما جالك هديه؟ لا، ما انا جالي هديه من عبد الله، هو جدي لي تورته. احنا بنتكلم في الايام اللي فاتت دي. والله انا زي ما قلت لك من فتره كده، انا بالنسبه لي اللي بستنى العيد القومي للمحافظه، ما بستناش اللي فبالنسبه لي كده كده العيد القومي للمحافظه ما بقاش فيه هدايا. ارجع ده قريب. زي ما انتم شايفين كده، انتم شايفين كده دي اسهل تورتايه ممكن تعمليها. حطها هنا عشان احطها قدام الكاميرا. حطها على الكاميرا عشان تبان التفاصيل بتاعتها اكتر. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين على الشاشه الشكل النهائي للتورته. التورته دي اسمها ايه بقى يا عبد الله عشان تبقى عارفين؟ دي تورته ولا دي تورته عيد الحب؟ تورته فانيليا. دي مناسبه لتورته عيد الحب. صباح الخير يا فندم. ايوه انا عاوزه تفصيل التورته. عاوزه ايه؟ تفصيل التورته تكون شكلها حلو قدها لحبيبي في عيد الحب. طيب عبد الله بقى اللي يجاوبك على الكلام ده بقى. صباح الخير. ده لحبيبها في عيد الحب يا عبد الله. احلى تورتايه. احلى تورته. الشيف عبد الله هيرد عليك يا فندم. بص انت ممكن تعملي له تورتايه فراوله زي كده. ايوه. او يا اما تورتايه برضو في اجلاسيهات. تورتايه جلاس احمر. انا تورتايه شكلها حلو يعني. تورتايه شكلها حلو. التورتايه ديت شكلها حلو ولا لا؟ ايوه شكلها جميل. يلا الف هنا. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده الشكل النهائي للتورته اللي موجوده قدامنا دلوقتي اللي الشيف عبد الله انهاها. لا طبعا هو التورت بتختلف الاشكال والالوان والانواع. طبعا التورته الفراوله ليها اشكال كتير قوي. تمام. والتورتايا برضه تورة الجلسات لها اشكال كتير جدا. تورة عجين السكر. الشكل ده بقى انت اللي بتتحكم فيه او انت اللي الشكل انت اللي بتتحكم فيه يا عم. حاجه المنتج نفسه الشكل النهائي للتورته او الفينش النهائي ليه؟ هتدي مين هدايا النهارده يا شيف عبد الله؟ انا؟ شيف عبد الله هو نفسه هديه البرنامج النهارده بصراحه. شيف عبد الله اكيد ده هيهادي حد النهارده. انا بهادي الناس كلها كل يوم. كل يوم انا بمناسبه عيد الحب ده انا موجود اصلا عشان اسعد الناس. حبيب عبد الله موجود شخص معين يعني؟ شخص معين؟ مفيش. ده هو تقريبا حتى لو في شخص معين مش هيقول عليه. ليه يعني؟ عشان ايوه اكيد يعني. شوف مفيش حد ما بيحبش ومفيش حد ما بيتحبش. طب لا كل الناس بتحب. لا في كل الناس بتحب بقى يقول قدام الناس كلها. لا 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 مش شرط يعني. مش في فرق بين ان اقول قدام الناس كلها. احنا صح احنا مش عايشين ايام عنتر بن شداد بقى وامشي شاعر وكلام من ده. مين بقى بالمسلسلات والحاجات دي تمثيل يعني مش. صباح الخير يا فندم. صباح الخير مدام داليا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الو اتفضلي الشيف مع حضرتك. صباح الفل يا ست الكل. انا بتصل عشان الانسه اللي عايزه تورتايه محتاجه.
تورتايه. ايوه تورتايه يا فندم، سامعينك. علي الصوت شويه بس. الانسه اللي عايزه تورتايه. الانسه شروق. ايه احلى تورتايه شفتها على اي قناه؟ شكرا يا فندم. تسلمي يا ست الكل. تسلمي. تورتايه عمري ما شفت زيها على كل القنوات. تسلمي. تسلمي يا فندم، ده شهاده نعتز بها مدام داليا. احلى تورتايه. دي شهادة موجودة في أغلى محل في مصر. دي شهادة أنا أعتز بيها والله يا ست الكل. ربنا دي شهادة أنا أعتز بيها يا مدام دليل. أنا بتكلم أهو والله العظيم، أنا بسمع كل قنوات الطبخ. عمر ما في شيف عمل التورتاية الجميلة دي. تسلمي تسلمي، ما تحرمش منه يا فندم. تسلمي. تسلمي. طبعا احنا النهارده يا جماعه بمناسبه عيد الحب ما ننساش ان احنا نقول كل سنه واسره البرنامج كلها طبعا طيبين، واسره القناه قناه الصحه والجمال، حتى اسم القناه بيدل على الصحه والجمال والحب والخير والتفاؤل. يعني بنشكر كل القائمين على العمل في القناه وكل اسره البرنامج برضو بمناسبه عيد الحب، بنقول لهم هابي فالنتاين داي بالانجليزي. الله ينور. تمام كده؟ تمام كده. ناخد فاصل وراجعين، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل التورته بتاعتنا مع الشيف عبد الله. اتفضل يا شيف عبد الله. انت كده عملت جنينه، انت كده مش وقت. بعمل جنينه ورد فوق التورته نفسها. تمام تمام. طبعا جنينه الورد دي عشان تثبت لازم تثبتها بايه؟ بستيبس او خل. اما تيجي تاكلي طبعا بتشيليها عشان خاطر لو في اطفال ولا اي حاجه ما انصحكيش ان انت ايه؟ تمام. تديني من التورتة كده لازم عشان ما ياكلهاش اي ياكلها تقوم بلع. ده بس عاملينها كده عشان خاطر الديكور. تمام تمام. عشان تثبت الحديقه دي. عشان اثبت بس الورد. لا شوف عبد الله بصراحه عاملين لنا تورته حديقه الاندلس. طب ما كويس والله عبد الله على فكره، حتى عجبت الناس والناس مبسوطين بيها. ويقول لك تورته مش شفناها زيها بصراحه. استاذ اسلام ممكن تمسك انت السكينه وتعمل لنا ورديه كده زي دي؟ بص بقى. طب والله صح، انت تعرف تطلع الورديه زي دي؟ طب انت خلينا نجربها. انت عارف تطلع الورديه زي دي؟ انا هقدر. طب انت هتخلينا نعملها. بس استاذ اسلام الاول. انت هتخلينا نعملها على الهوا؟ طب يا جماعه احنا طبعا ايه يعني تقبلوها مني على قد ما تيجي. تمام على قد ما تيجي بقى. لا امسك
امسك ال اهو امسكها في ايدك. انا ماسكها في ايدي وانا ماسكها في رجلي. امسكها في ايدك من نص بالظبط كده. تمام اهي كده يمين وشمال. يلا كمل. طب هو انا لازم يعني لازم روح تعملها في البيت بقى وتقول لهم انا بقيت شيف خلاص. والله انا لو روحت عملتها في البيت ممكن ابويا ينيمني بره البيت. ليه بقى؟ معلش برضه هيخش لغايه نص الفراوله. احنا اخرنا احنا اخرنا كناس متجوزين مثلا ممكن نغسل اطباق كلام من ده، انما نعمل فراوله لا اظن بعيده دي شويه. يا دوبك كده اقل واجب. هفاجئكم يا جماعه طبعا زي ما انتم شايفين الوقت عليها. مش عايزه تفتح ليه؟ طيب والله تمام يا جماعه شغل اول بالنسبه للمبتدئ. شغل بالنسبه للمبتدئ يا جماعه المفروض والله تمام كده. بالنسبه لشغل كمبتدئ جميل. ما تضحكش عليا. بالنسبه لشغل مبتدئ جميله يا جماعه على فكره. اكلها كمان. لا ما بصي اتعرفي تعملي. سيبني بس كده. المفروض تكون بتعرف تعمل. اذا كان انا عملتها ده المفروض اذا كان انا عملتها وكان اخر ممكن مثلا غسيل الاطباق في البيت ولا حاجه يبقى مش هتعرف تعملها. خلاص بتفضح نفسك على الهواء. بتفضح نفسك على الهواء. عادي كل واحد بيساعد اهل بيته. طب ولو يجي يوم ما غسلتش. ومعنا اتصال ناخده يا جماعه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. سيبني انا بتعامل مع الاطفال. صباح الخير. شكرا يا فندم. شكرا شكرا يا فندم. تمام يا عبد الله انت هتعمل الحديقه دي كتير؟ انا بس هقفلها كويس يكون الجري بس ايه بيغط شويه. بص يا شيف عبد الله الله ينور يا صاحبي والله العظيم اللي ده عملت احسن يا جماعه الورده بتاعت ساره. لا ده لازم نعملها تشتغلي معانا بقى كلها انت بقى. الوردة بتاعت سارة يا جماعة زي ما انتم شايفين احسن من الوردة بتاعت عبد الله. لا الله ينور. ده طبعا مجاملات بس. علاوة كده. لا مجاملات. ما احنا لازم نجاملك يا سارة طبعا. امال ايه ليديز فيرست. لا بس انا مثلا الانجليزي بيقول لك ليديز فيرست. انا خلاص بقى انت اخدت كورس. لا هي جميلة. طلع علينا النهارده. لا والله مش كورس ولا حاجة. ده هي كلمة انا سامعها كده الصبح وانا جاي. ده هم بصراحة في ال بصي بقى دي اهم بقى ايه؟ اهم نقطة ان احنا الجيلي بتاعنا يكون سايح مش سخن. هناخد الاتصال تاني يا جماعه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اخبارك؟ ازيك يا احلى شيف في العالم. صباح الفل. عامله ايه؟ طبعا الشيف هو هابي فالنتين دي نجم الحلقه النهارده الشيف. ايوه كده هتكلم. اتفضلي اتفضلي الشيف معاك يا فندم اتفضلي. بالنسبه للاستاذه صباح تحفه جدا. شكرا. تسلمي تسلمي. شكرا. ده هديه النهارده بقى بمناسبه عيد الحب. هتحتفلي فين النهارده؟ شكلك هتوديها في داهيه. عند تيتا. طب خلاص بسيطه عادي برضه كله احنا لسه بنتكلم برضه عن صله الرحم وكده برضه. انا بهدي التورتايه دي ليك انت وتيتا. وقولي لها هابي فالنتين دي. من الشيف من الشيف نفسه. اهداء من الشيف نفسه لحضرتك. شكرا. والله انت احلى شيف في العالم. تسلمي. شكرا يا فندم. تسلمي. بقى هتلبس احمر النهارده ولا لا؟ هتلبسي ايه النهارده؟ تلبسي احمر؟ بالظبط. شكرا يا فندم. شكرا طيبه. شكرا. هي رايحه لتيتا هتلبس احمر؟ لا ما انا برضو شاكه في الموضوع ده يعني. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده زي ما انتم شايفين يا جماعه كده الجيلي. شوف عبد الله غرقها كلها جيلي او غطاها كلها جيلي. بلاش غرقها. غطيها بالجيلي عشان خاطر نوحد اللون بس بتاعها لان الفراوله دايما ما بتبقاش اللون بتاعها كله واحد. في ناس ما بتحبش اللون. انت ممكن تلمعها بجيلي سخن شفاف عادي. تمام. ده بس شرط جيلي اللون الاحمر ده. ده اللون الاحمر ده لون احمر طبيعي دم غزال للناس اللي هي حابه ان هي توحد اللون بتاعها. بس انت قال كده اللون الاحمر احسن بالمناسبه اللي احنا فيها. ما تكترش من اللون. هو ده لون طبيعي. الشيف عبد الله واخد مننا الجو. لا الشيف عبد الله بصراحه اصل هو نجم الحلقه النهارده اصلا. الشيف عبد الله لا لا ما يجيش. هو نجم الحلقه النهارده. هو نجم الحلقه النهارده الشيف عبد الله. وبمناسبه النهارده بمناسبه احلى حاجه في الدنيا حب الناس. صح. وانت الناس كلها بتحبك بصراحه يا عبد الله. واحنا يا استاذ اسلام مالنا. انا بحب عبد الله جدا. ده صديقي. صديقي الشخصي كمان. حبيبي يا استاذ اسلام. والله لا هو يعني هو لا ايه حب الناس ده بقى حاجه كده بتيجي من القلب للقلب يعني مش محتاجه ان احنا واسطه او كلام من ده. تسلم ايدك يا شيف. تسلم. لا الله ينور يا شيف. وبصراحه تورته مناسبه جدا للمناسبه بتاعت النهارده. دي التورته اللي هي ايه يعتبر التورته الفراوله للناس اللي هي ما بتحبش الفانيليا او الشوكولاته او الكلام ده. هقطعها من ايدك. لا ما تقلقيش. يعني فيها. حطها على مفرش زي كده. تمام. ممكن تضيف لها بقى اضافات ثانيه ولا هي بيبقى كده خلاص كده؟ لا ممكن في بقى ايه يعني بتحسب ايه حسب انت اللي انت بتحبه. ممكن تعمل تورته كيوي وتديها فراوله. ممكن تعمل تورته عاديه. لا بالنسبه لدي كده مثلا ممكن ما فيش اي اضافات ثانيه بقى كده خلاص متهيألي كده. لا هو بس انا بحب ايه اديها بس ايه ستان في الجنب كده. شفت ان فيها اضافه ثانيه. ما هو هيفك الستان بقى. هيفك الستان عادي.
انت ليه محسسها ان انت جاي من دولة تانية؟ دي على اساس ان هي بتبقى ايه؟ رايحة هدية او اي حاجة بنربطها زي كده على شكل هدية يعني. هو ده اللي بيطلع بتاعها يعني. زي طبعا دي المفروض تورتة عيد حب تمام؟ يعني مثلا عيد الحب مش كده ولا يا عبد الله؟ مفيش احلى من الحب. ودي كده يبقى خلصنا التورتايه الثانيه. ده الست ام كلثوم نفسها قالت لك الحب ياما قلت وزدت وعدت عليه. ام كلثوم احنا النهارده في 2021 مفيش حب. البنت بتخاصمه دلوقتي بيروح يكلم اربعه وبيكون معاه اصلا سته معاه. يعني انا جاي متاخر ولا ايه؟ يعني جيت متاخر انا؟ ده كده كده عملنا تورته الفالنتاين تمام، تورته الفراوله، وعملنا جنينه الفراوله، وعملنا تورتايه جلاس وايت. ده تورتايه فانيليا للناس اللي هي بتحب الحاجه البيضة، اللي هي ما بتحبش فاكهه. في ناس كتير ما بتحبش الفاكهه. الفاكهه على التورته. فاحنا حبينا ان انا اعمل حاجه بسيطه سيمبل تبقى تكون سيمبل كلاسيك كده بمناسبه عيد الحب، وفي نفس الوقت ما يكونش فيها فاكهه. هي دي اللي اكتر دي بقى فيها فاكهه الحب بصراحه. لون احمر ومناسبه لعيد الحب. تورته الفراوله في ناس كتير قوي بتعشق تورته الفراوله. احنا البرنامج كله بيهداها لك النهارده. طبعا انا بهديكي التورته دي النهارده وبقول لك هابي فالنتين دي. تمام. وهابي بيرثي دي بمناسبه عيد ميلادك. عيد ميلادها كمان النهارده. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبين يا جماعه. بتفكها لي بس الشكل النهائي عشان التصوير، بس عشان التصوير. خلاص عشان تصور. ما احنا عايزين نشوف يعني طعمها. عايزه تدوقي يعني؟ مصممه تدوقي؟ طعمها زي شكلها ولا لا؟ لا خلاص. احنا لازم نعرف الناس يعني. دوقي. ادي لها عم تكون سخنه في الساعه. لا عادي مش مشكله بسيطه. تورتها سخنه ازاي يعني؟ طب انا لا ما هو انت لسه حاطط الجيلي سخنه يعني بتتحط. عادي مش مشكله عادي. الجيلي دافي. الجيلي مش سخن. طيب الجيلي دافي. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ما اكلتيش تورته قبل كده؟ انت بتعملي ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ خد يا عم معلش يا جماعه احنا بنأسف للي حصل ده. ما ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مش عارفه اكلها بالسكينه. ما تاكلهاش خالص. ايه شغل الفول الحريتي دي؟ ما ليها حق تقول لك انا ما حدش جاب لي هديه ومحدش بيحبني. هي بعد اللقطه دي ما حدش هيجيب لك هديه خالص على فكره. والله ما حدش هيجيب لك هديه غير هي ظهرت صبار وانت بتتكلي على الله ميت. انا هجيب انا ظهرت صبار ده وهمشي ورا النعش بنفسي شخصيا. بعد اللي انت عملته. لا وزعلانه ان ما حدش بيجيب لها هديه. ده ما حدش ده بعد اللقطه دي ما حدش. انت بعد اللقطه دي ما حدش هيجيب لك هديه خالص على فكره نهائي. ده مش بعيد احنا نقطعك نفسنا. بجد احنا نغير ولا تطلع البرنامج تاني خالص. خلاص احنا اصحاب من هنا مش بعيد نوقف البرنامج ده مخصوص عشان كده عشان اللقطه دي. ده لو فار مش هيعمل فيها كده. احنا يا جماعه طبعا بالمناسبه ديت في ضيفه عزيزه علينا كانت شرفتنا في حلقتين. خلاص عشان في ضيفه عزيزه شرفتنا هنا في حلقتين متتاليتين الدكتوره سماح العجمي. واحنا النهارده على فكره عيد ميلادها برضو 14 فبراير. واحنا بالمناسبه ديت بتوجه بالنيابه عني وعن اسره البرنامج واسره القناه بنقول لها كل سنه وانت طيبه دكتور سماح ودايما في مزيد من الصحه والسعاده والنجاح. طبعا ضيفتنا عزيزه مفسره احلام شرفتنا البرنامج هنا حلقتين وكانت برضو عيد ميلادها النهارده. كل سنه وهي طيبه. حلو الناس اللي هي طيبه واحنا حلو الناس اللي عيد ميلادها ده بيجي في عيد المناسبات. انا ليا واحد قريب عيد ميلاده يوم 6 اكتوبر مصر كلها بتحتفل بيه. والله العظيم تقريبا مصر كلها بتحتفل بيه. انا عندي قناه على اليوتيوب اسمها كريزي باستري بعمل فيها طريقه للتعليم للناس المبتدئين والناس اللي هي ما بتعرفش تشتغل حلواني او في اي حد عنده مشكله بيخش يعلمني. كنت حاسس كده برضه. على قناه كريزي باستري مكتوبه بالعربي وبالانجليش. طبعا يا جماعه احنا النهارده الحلقه بتاعت النهارده كانت حبينا ان احنا نعمل فيها جو من المرح والفكاهه كده النهارده بخلاف بقيه حلقاتنا في برنامجنا. وبنقول لكم باذن الله هابي فالنتين دي على كل المصريين ويا ريت نعتبره عيد صله رحم مش عيد حب. وبنقول لكم انتظرونا في حلقات جايه من برنامج ابن حياتك الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. دمتم امنين.